خلونا نروح لنشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اللي عقد النهاردة اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء الكهرباء والعدل والمالية والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي النقل البحري بوزارة النقل لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. واستعرض الدكتور مدبولي الموقف التنفيذي لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية سعيا لتحسين المؤشر وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. أيضا رئيس الوزراء أكد على ضرورة مواصلة العمل في ملف تيسير ممارسة الأعمال لمردوده الإيجابي على ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال وانعكاسه على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. لمزيد من التفاصيل معنا على التليفون دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه. اشكرك، الله يسلمك. دكتور، النهارده كان في اجتماع مهم لرئيس الوزراء لمتابعه اجراءات تحسين مؤشر ممارسه انشطه الاعمال. كلمنا عن اهميه تقدم مصر في هذا المؤشر. هو مؤشر ممارسه انشطه الاعمال هو بيساعد الدوله على تحسين بيئه الاعمال، على تسهيل مناخ الاعمال، لان المؤشر ده الهدف منه هو انه بيقيس الاجراءات او المبسطه اللي بتتعلق او بتقدمها الدوله في عده مجالات، منها تاسيس الشركات، منها استخراج تراخيص البناء، منها الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكيه، ما يخص الحصول على الائتمان والمده الزمنيه عشان احصل على قرض او ائتمان مدته قد ايه، حمايه حقوق صغار المساهمين، قدره الدوله على سرعه الاستجابه في وسرعه الممولين في سداد الضريبه، التجاره الالكترونيه ونفاذ العقود وتسوية حالات الإعصاب. مجموعة من الإجراءات بيحاول هذا المؤشر إنه يقيس مدى قدرة الدولة على تبسيط الإجراءات فيها، إن تخفيض المدة وتخفيض وتقليل المدة الزمنية اللي بيتم اتخاذها كل إجراء من هذه الإجراءات. وبالمناسبة مصر كان آخر تقرير صدر في 2019 كانت تقدمت 6 مراكز في هذا المؤشر، ويمكن مصر كانت من ضمن أفضل 25 دولة على مستوى العالم العام الماضي، انها من حيث عدد الاصلاحات التي قامت بها خلال عام 2019 و18. طب ايه هي المعايير اللي على اساسها بيتم تقييم اقتصادات الدول يا دكتور في تقرير ممارسه انشطه الاعمال؟ هو بدايه هو مؤشر ممارسه الاعمال انشئ او عن طريق البنك الدولي عام 2003، مجموعه من علماء الاقتصاد وضعوه، منهم سيمون دانكوف ومنهم اوليفر هارت، واوليفر هارت بالمناسبه هو حصل على جائزه نوبل عام 2016. تم وضع هذا المؤشر عام 2003، زي ما قلت هو كان الهدف منه تبسيط الاجراءات الاداريه بالنسبه للمستثمرين والشركات والافراد. البدايه بتاعت هذا المؤشر انه بيكون بيساعد الدول على تحسين بيئه الاعمال، بالاضافه الى ان هذا المؤشر ايضا بيساعد على ترتيب الدول على مستوى العالم في جذب الاستثمارات. يعني بمعنى ان التقرير اللي بيصدر عن البنك الدولي، هذا التقرير بيتطلع عليه او الدوائر الاقتصاديه على مستوى العالم، سواء كانت المؤسسات الدوليه العالميه، صندوق النقد الدولي، مؤسسات زي فيتش وموديز وستاندرد، كل المؤسسات الدوليه، وايضا الشركات وصناديق الاستثمار الدوليه اللي بتسعى للاستثمارات في الدول، فبتتطلع لهذه كمؤشر كأحد المؤشرات الهامة اللي بيتم على أساسها تقييم الجدارة الائتمانية للدولة، قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، إن الدولة دي جاذبة للاستثمار بحق أم هي صاعدة للاستثمار. طيب النهاردة الاجتماع استعرض العديد من الإجراءات اللي تم اتخاذها زي استخراج تراخيص البناء، إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وربط هيئة الاستثمار ومصلحة الشهر العقاري. شايف إزاي أهمية الإجراءات دي يا دكتور عبد المنعم ودلالة الحرص من قبل رئيس الوزراء على متابعتها؟ هو بالفعل النهاردة ما تم في الاجتماع يبين ويوضح ان الدوله حريصه على تحسين هذا المؤشر وتقديم كافه التيسيرات اللي بتساهم في جذب الاستثمار. عايزين نعرف بس انه النهارده النقاط اللي تم مناقشتها هي نقاط هامه جدا
لان مصر بالفعل تقدمت في عام 2019 6 مراكز، وتقدمت في بعض المؤشرات او البنود والعناصر اللي انا ذكرتها زي تاسيس الشركات على سبيل المثال، تقدمت في عام 2019 19 مركز، من المركز 109 الى المركز 90. الحصول على الكهرباء تقدمت 19 مركز ايضا من 96 الى 77. لكن في نفس الوقت مصر كانت تراجعت في مجموعه من المؤشرات خلال عام 2019، يمكن اهمهم او على راسهم تصريح البناء، المده الزمنيه الخاصه به، تسجيل البناء، قوانين الافلاس والاعصار، والحصول على التمويل. ويمكن ما تم مناقشته اليوم هو دليل ان الدوله حريصه انها ترفع القدره او الكفاءه والترتيب المصري في هذا المؤشر، لانه ما تم مناقشته اليوم هو كان بيتكلم على حاجتين، كلام على اجراءات تمت على ارض الواقع بالفعل، زي الرابط زي ما حضرتك ذكرتي، الرابط اللي تم بين هيئه الاستثمار والشهر العقاري عشان ييسر على المستثمرين على توثيق العقود، التنسيق الموجود بين الشركه المصريه للاستعلام الائتماني اللي هو موضوع الايسكور عشان يحسب او يشوف الدائنين اللي موجوده للافراد، ليس البنوك فقط ولكن شركات التمويل، الجامعات اللي هي التمويليه، ايضا المشروع القانون اللي تقدمت به هيئه الرقابه الماليه بتعديل بعض احكام قانون الشركات الاموال 159 لسنه 81، وقانون المرافعات المدنيه والتجاريه بهدف حمايه صغار المستثمرين من كبار او من مجلس اداره الشركات. ده حاجات بالفعل تمت على ارض الواقع، ويمكن النهارده تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء مع المجموعه الوزاريه، وكان ايضا في اقتراحات اليوم من اهمها اللي هو وضع دليل موحد باجراءات استخراج تراخيص البناء، ووجود او انشاء منظومه الكترونيه لاستخراج تراخيص البناء. ودي يمكن الحاجات اللي احنا كنا متاخرين فيها، فاعتقد ان الدوله حريصه انها ترفع ترتيبنا، والحاجات دي لو تمت بالفعل خلال هذا العام اعتقد ان مصر ممكن تتقدم من 10 الى 15 مركز داخل في هذا المؤشر. فشايف ان احنا ممكن فعلا نتقدم لسه كمان 15 مركز، ده هيساهم ازاي في جذب مزيد من الاستثمارات يا دكتور عبد المنعم؟ يعني وقعه علينا هيكون ايه؟ زي ما قلت لحضرتك، هو هذا التقرير بيصدر من البنك الدولي، وهي جهه يعني اكبر مؤسسه دوليه ماليه على مستوى العالم. هذه التقارير بيتم تداولها في الاوساط الماليه العالميه، وبالتالي بيضع مصر على خريطه الاستثمار العالمي، واحنا ده اللي عايزينه. احنا الفتره القادمه لابد ان هو البديل عندنا بعد ازمه كورونا وكوفيد 19 النهارده، الاقتصاد العالمي لابد ان احنا نقول الطرقه بتاعت الاستثمار بدات تقل على مستوى العالم، حجم الاقتصاد العالمي بدا فيه نوع من انواع الانكماش. احنا النهارده لابد ان نكون على خريطه الاستثمار العالمي، ولدينا فرصه قويه جدا، لان معظم الشركات العالميه بتسعى الى ايجاد بديل بدل من الصين، ويمكن بتسعى النهارده مع الهند مع بنجلاديش لايجاد مصانعها او تجد فرصه لمصانعها في هذه الدول. النهارده لدينا فرصه ان احنا نرفع الكفاءه والجداره الائتمانيه لمصر، نرفع أو وضع مصر على خريطه الاستثمار العالمي. محتاجين تسويق جيد، ومحتاجين ان كافه المؤشرات زي مؤشر ممارسه الاعمال نكون في غدبه او مرتبه عاليه، لان ده هيساعد ان احنا نكون من مصاف الدول اللي بتكون جاذبه للاستثمار. اكيد لدينا فرصه حقيقيه لذلك. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد المنعم السيد، شكرا ليك.